بعدما عشنا شبح الحرب في قلب أوروبا، هل تتحول القارة العجوز إلى ساحة مفتوحة للانقلابات العسكرية والصراعات الداخلية؟ سؤال بات يمثل هاجساً للكثير من الأوروبيين عقب إعلان السلطات الألمانية عن إحباطها محاولة انقلابية خطط لها يمينيون متطرفون. المحاولة الانقلابية بحسب ما أعلنته حكومة برلين كانت تتضمن هجوماً على البرلمان الاتحادي البوندستاج والإطاحة بالحكومة الفيدرالية في ظل تضامن كان متوقعاً من جانب بعض القوى الأمنية مع الانقلابيين. وإذا كان الحديث عن اليمين المتطرف في أوروبا فإن خطر الانقلاب لا يتوقف عند ألمانيا، فاليمينيون المتطرفون منتشرون بقوة كذلك في إيطاليا والسويد واليونان وفرنسا وإسبانيا والنمسا وهولندا وبولندا والمجر. بل إن هذه الدول وغيرها في أوروبا تشهد صعوداً سياسياً واضحاً لحركات اليمين المتطرف منذ سنوات، انعكس ذلك في نتائج الانتخابات فيها، حيث بات اليمينيون منافساً قوياً على السلطة بما يحملونه من أفكار وصفتها مؤسسات بحثية بالنازية والفاشية المتطرفة التي لا تؤمن بالمجتمع متعدد الثقافات. وبحسب تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية فإن أوروبا أمام تحول تاريخي قد يمثل زلزالاً سياسياً، إذ باتت التحالفات اليمينية المتطرفة تحكم دولها أو تهيمن على برلماناتها، وهو ما لم تشهده القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يضع القارة العجوز أمام تحديات كبيرة سياسياً واقتصادياً بل وربما كذلك عسكرياً. فاليمينيون لا يخفون معاداتهم لأوروبا الموحدة ورفضهم التخلي عن السيادة الوطنية للدول، وكما لا يخفون موقفهم المعادي للهجرة والمهجرين لا سيما المسلمين منهم والأفارقة. العالم إذن على المدى المتوسط بحسب ما يراه محللون قد يعيد رسم خرائطه الجيوسياسية وفق المعطيات الجديدة الحاكمة. لا ينفصل عن ذلك صعود التيارات الشعبوية في كثير من دول العالم، ما ينذر ربما بمرحلة جديدة من الصراعات والحروب التي بدورها ستعيد ترتيب معادلات القوة بين الأقطاب المتنافرة حول العالم.